انت ما بتشبعها من الركض مع الحصان؟ لا ما بشبع بنوب، لانه كل ما ركضت ولوين ما رحت دائما طرقي بتوصل لعندك حبيبتي هاندا. تسلم لي حبيبي. بتقول عم تستنانا بمكان حفلة العرس. بس يا حياتي فيرتينا لسه بده يركض، نحن يا دوبنا خلصنا تحماية. عن جد انت غريب، معقولة فيرتينا اهم من حفلة عرسنا؟ ورجيني شوية حماس. شايفه شو عم يساوي؟ والله لا تدخلوني بهاي الامور. يمان انت صديق العريس والشاهد على كتب الكتاب، كيف ما ندخلك بهالامور؟ يعني ما بتقدروا تتزوجوا اذا انا ما وقعت؟ ايه هيك بالضبط، ما بنقدر نتزوج، اولادنا اللي رح يولدوا وزواجنا واقفين على توقيعك. ايه لكن مو على الفاضي رح سمي ابني باسمك. تسلم لقلبي يا اخي، على راسي. تسلم لقلبي اخي. يلا البنت عم تستنى اسرع. يلا يا ابني يلا، خلينا نروح، خربوا لنا سعادتنا. امشوا امشوا على مهلكم. كأنه الجو مغبر اليوم. أي غبرة حبيبي، الجو حلو كتير وبياخد العقل والهوايات حلوين. كنتنا رح تجي على الفطور. أنا شايف وشك عم يضحك اليوم، أخيراً وصلتي لهدفك أزادة خانم. أي لأنه ابننا رح يتزوج من بنت بتليقي بعائلتنا، ما لازم كون مبسوطة؟ أي شي طبيعي حبيبتي، أنت صار لك سنين عم تستني هاللحظة ومن حقك تنبسطي. طبعاً من حقي عدنان، تعرف قديش تعبت. رح خليهم يجهزوا الفطور. أنا لازم روح على الشركة شوي وبعدين برجع بفطر معكم. رح يكونوا هون بعد شي ساعة، لو سمحت لا تتأخر. سنان يلا قوم حاجتك نوم، بعدين أمك بتعصب وبتسمعنا كم كلمة. سنان 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 يلا في سنان سنان. ليمان ما أنك شايفتيني نايم، ليش هيك عم تسوي فيني؟ بترجاكي خليني نام، ليش ما بتنامي؟ شو مفيك انت؟ وكأنه حابة فيق هلأ، قال الكلنة الغالية جاي، وطبعا حماتي بتحبها كتير ولهالسبب عطت الأوامر إنه مفيق بكير. ألو سنان لا تساوي هيك، يلا في يلا. لا خلاص فهمنا، فات فات، حلي عني بقى. شو هالحالة يا ربي؟ مليت من هي البنت، ليل نهار ما في غير سرتها بالبيت. وأنا شو دخلني بقى؟ أستغفر الله سنان، أمك يلي حطت هالبنت على راسنا، ما في غير كنتي وكنتي، وكأنه هالكنة الجديدة مميزة أكتر مني. لا ولا شو رأيك؟ شو هالصباح يا ربي، استغفر الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. تسلم سيد فريد. تعال ابني يلا انت كملي شغلك. هودا الحصان. اهلا وسهلا. اهلا فيكي بتقول. كيفك؟ منيحة وانت؟ وانا منيح. يلا حبيبتي. انتوا قربتوا تخلصوا التحضيرات؟ شو رأيك؟ عن جد حلو كتير. عجبك يعني؟ ايه بياخد العقل. تعالي شوفي لسه انا شو ساويت كمان. شو فريد رح يموت من الفضول ليعرف. ايه رح موت. قرب لهون مشان نتفرج مع بعض. عم بتفرج. انت من وين لقيتي كل هالصور بتقول؟ لازم تسأل هاندا. وانت اهلا وسهلا يا ماما. اهلا فيك. ليش دخلتوني معكم بهالصور كمان؟ اي مو قررنا انه نسمي ابننا باسمك؟ فرج وسكوت. طلع على عينه. شو هاندا خانوم، الصورة بتضحك؟ ها؟ ايه؟ انا وقتها اتخانقت مع اولاد الحارة لانهم خلوكي تبكي. يعني اكلت قتلة من اولاد الحارة مشاني؟ يا بطلي. ايه طبعا هذا اخي حبيبي. بتعرف هذا الفستان؟ امي ازادة اشترت لي اياه وقتها، قالت لي رح تصيري كنتي يا هاندا. مو هذا أرسوس هاندا؟ ايه أنا وقعت عن البسكليتة يومها. شو رأيك فريد لو نروح نخيم شي مرة؟
هالأجواء كتير بتعجبني. تكرمي حبيبتي. آه، أولاد الأغنياء عم بيقضوا العطلة بأوروبا. طلعوا على طفولتنا قديش كانت حلوة. وشبابنا حلو كمان. لسه في قدامنا عمر طويل نقضيه مع بعض. أنتي وثقي فيني. بثق فيك وبحبك. وأنا بحبك. شو صار له؟ أنا رح روح شوفه دايما. هلأ كنتوا سوا؟ ما رح تأخر كتير، 10 دقايق. صحيح أمك عم تستنانا على الفطور. إيه؟ لكن أنت سبقيني وأنا بالحاجة. تمام. بتول، يعطيك العافية. الله يعافيك. ابني؟ باندا، تعالي نشوف الطاولة. خير أنت شو صار لك؟ ليش معصب هيك؟ شو صاير لك؟ أنت صاير مشاكس وأزعر كتير، يلا تعال معي، خلينا نروح، يلا، امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. تسلم يا أبي. الله يعافيك. الله يعافيك. خالتي خديجة. خليك عائلي يا ابني. يعطيك العافية خالتي. الله يعافيك. تسلمي. يلا هلأ أنطفطف. شكرا. صحة وعافية. إن شاء الله صحتين وهنا يا شاطر. ايه شو صار معك؟ اخذتي ابنك على المشفى؟ ايه ابني انا اخذته على المشفى ووصلت له سلامك كمان. الله يرضى عليك ويوفقك. الله يخلينا اياك يا خالتي. تسلم يا ابني. ان شاء الله رح يتعافى، لا تاكلي هم. الله يحميك ويبعد عنك المرض. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسر لك دربك. شو صار لك ابني؟ شو الموضوع؟ لا تكون بدك ترجع. تمام، لكن خلينا نرجع. تعال. أنا فهمت إنك هربت لهون. حطيت حصاني هون ورح أروح على الفطور. طيب. شو هاي؟ أعطيني إياها. هاندا أعطيني إياها. بس دقيقة. جنيتي. خلاص. هاتي يا مان. خلص شو صار لك؟ شو معنات هالصورة هلا؟ سؤالي واضح يا مان. مثل ما عم تشوفي هاندا، لا تضغطي علي. أنا عم أضغط عليك؟ لا تغشمي حالك. تعرفي منيح إنه بدي إياكي. كان هالشي بالثانوية، انتهينا. بعد 3 أيام أنا رح أكون زوجة صديقك. فهمي، أنت ما بتحبي فريد، لا تخدعي حالك. لا. أنت بتظن هذا الشي بس لأنك عم تشوف هالصورة. بس أنا وفريد كتير منعشق بعض يا مان. وحتى نحن منموت ببعض وحبنا ما له حدود. وفريد بيموت فيكي كمان؟ ها؟ لا تضحكيني هاندا. ليش؟ ماني حلوة لدرجة إنه يموت فيني؟ ما بعرف، يمكن إحساسك غلط. ولسه جاية تقولي لي إنه هالشي كان بالثانوية وانتهى. غريبة. أنت شو مشكلتك؟ طلع فيني. كيف أنت يعني؟ شو مشكلتك؟ ما عندي لا مشكلة ولا شي. ليش عم تطلع هالصور القديمة؟ لا تقرب. اضحكت عيدة مرة تانية، فهمت؟ هاندا، انت بدك ياني وانا بدي اياكي ولازم الكل يعرفوا هاي الحقيقه. نحن سكرنا هذا الدفتر من سنين
وعدنا بعض انه ما عاد نفتحه لحتى طلع. انت عم تظلمي حالك وتظلميني، نحن الاثنين بدنا بعض. يا مان بعيد، خليني روح لو سمحت. بعيد عني يا مان. عن جد بدك يعني بعيد عنك؟ قولي وانت عم تطلعي بعيوني. اهدي شوي، يمكن ما شافنا بس مر من هون وراح. كيف بدي اهدى؟ عرسي بعد 3 أيام. كثير منيح، يمكن انقذتك من شي غلط. لك مين انت يا يامان؟ مين مفكر حالك لحتى تنقذني من شي غلط؟ تعالوا اسمعوا هالمسخرة غبي. يلا فريد بترجاك رد علي. انت خططت لهالشي مو هيك؟ شو؟ انت وقعتني بهالفخ وهدفك يلتغى عرسي مو هيك؟ بكفي، اهدي. ليش مو انت بستيني برضاكي قبل شوي؟ ما جبرتك. لا ما كان بدي هالشي، بستني غصب عني. ليش مين بيقدر يغصبك على هذا الشي؟ لا تخدعي حالك. كزبان؟ كزبان؟ صباح الخير يا خانو. صباح الخير. آخ منك شو هالصفرة؟ موجي ما بتفطر من دون فواكه، معقول ضل ذكرك بهذا الشي دائما؟ معك حق يا خانو، رح جيبهم فورا. وينهم هدول يا ترى؟ صارت الدنيا الظهر. صباح الخير أمي. خير إن شاء الله، في شي؟ أنا بعتقد إنه فستانك مو كتير مناسب لهالفطور. ماشي أنا رح أغيره فورا. صباح الخير، شو في؟
سلطانة أزادة ما عادت شافت بعيونها غير هاندا. خلي السيارة هون، راح أطلع فورا. فريد، فريد خير؟ شو صار له؟ سنان، شو الموضوع؟ والله ما بعرف. فريد، 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 شو عم تسوي انت؟ ليش عم تضب ثيابك؟ فهمني لوين بدك تروح. صدقني ما بعرف لوين، رح روح لوين ما بياخذني طريقي. طلع فيني، من مين عم تهرب؟ انا ما عم بهرب من اي حدا. فريد، فريد، شو عم يصير ابني؟ انت تخانقت مع هاندا؟ العروس بتتدلل قبل العرس، لازم تصبر شوي. فريد، وقف، شو رح تساوي؟ شو صار لك انت جنيت؟ شو عم تساوي؟ سنان، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقف، السفرة جاهزة، خلينا نفطر ومنحكي كلمتين بهدوء. سويت لك المربى اللي بتحبه، تاكل منه. انا ما فيني اكل اي شيء. طيب شو المشكلة؟ يلا حكي لي، بركي بنقدر نحلها. تتزوج عن قريب وما عاد تروح لمكان لحالك. ارجع لوعيك ليوم العرس. يلا. انتو شو عم تساووا هون؟ عم تتجسسوا علينا؟ رتبي الغرفة وانت اركدي جيبي طقم العريس. يلا. فريد، بعدين بابا. انت لوين؟ ما في داعي. فريد يلي راح. ايه هو. ليش فريد معصب هيك؟ شو الموضوع؟ صار شي بيناتكم؟ كذبان؟ كذبان؟ نعم يا خانو. ضبي هالصفرة. ديا ديا، لا تضبي الصفرة، لسه ما حدا أكل شي. يلا تعالوا لنفطر. بابا أنا مو جوعان. صحتين وهنا على قلبكم. وأنا ما وأنا رح أتأخر على المعهد. ممكن تصبي لي كاسة شاي؟ هلأ مو وقت الأكل وشرب الشاي. فريد اتخانق مع خطيبته ودب غراضه بالشنتاية وراح. روح وقفه لابنك. ماشي، بتصل فيه بعد ما يهدى شوي. الولد صار هيك بسبب دلالك إله، ما قدرت تضبطه ابنه، أي شي بيخطر على باله بيساوي. فريد مو طفل صغير، هو رجال. اتصل فيه، فهم منه لوين راح، لازم يكون هون يوم العرس. خير يا سلفتي؟ خليتوا الولد يهرب قبل يوم العرس؟ صايرة مهضومة ومزوحة سلفتي، ما حدا بيهرب على محل. خير أخي، شو الموضوع؟ بقدر ساعد بشي؟ لا أخي أبداً، فضل نفطر سوا. هي بتضل تحاول تتحكم بالولد وتسود له حياته.
بأي وش عم تقطع طريقي ولك؟ ها؟ شو الوقاحة لتطلع قدامي؟ تعال لهون. أنا شفتكم مع بعض، شفتكم بعيوني، انقلع ولا قسما بالله بقتلك. ماشي يا أخي، إذا بدك اضربني كمان، فضي غضبك فيني، يلا اضرب، بس اهدى وخلينا نحكي. شو بدي أحكي مع واحد وسخ؟ ولك الرجال اللي أنا بعتبره أخي وأغلى من روحي عم يبوس المرأة اللي أنا بدي أتزوجها. يلا قول أحكي ولك، عم بسمع. معقول الشي اللي أنا شفته غلط؟ قول إنك مستحيل تساوي هيك بأخوك، قول إنك مو عديم أصل لحتى تغدر فيني. يلا قول أنا مو حقير وواطي لدرجة بوس البنت اللي بيحب الرجال اللي بيعتبرني أخوه. أنت أكيد غلطان، قول إنك كنت عم تحلم وما صار هالشي. يلا يلا قولها بوشي. ولك لا تضل ساكت يا مان، عرسي بعد 3 أيام هالبنت اللي انت وياها كنتوا عم بتبوسوا بعض. لك انت كيف سكيت تدمر ذكرياتنا وماضينا وطفولتنا واخوتنا ولحظاتنا الحلوة مع بعض وكل شي؟ كيف بتساوي فيني هيك؟ ها؟ وامتى كنت ناوي تخبرني؟ قبل ما نكتب الكتاب؟ ولا بعد ما نساوي العرس ونتزوج؟ امتى كنت رح تخبرني؟ ولك انا بعتبرك اغلى من روحي وبعتبرك اخي، شلون بتساوي فيني هيك؟ انا كنت رح سمي ابني باسمك يا حقير. هلا نحن كنا اخوي، ها هي هي الاخوه. انت دائما كنت الولد الغني المدلل ويلي بيملك افضل شيء وبياخد احلى بنت وافضل حصان واحدة السيارة كمان، وانا الولد الفقير يلي بيسلي ابن آل سان جاك زادا كل ما مل. هذا الشيء اللي انت ما عم تقدر تتقبله؟ هذا هو؟ عن جد عيب عليك. طلع، أنا ما رح أخدها من إيد أي حدا بالقوة. أنا بحبها لهاندا أكتر منك وبستحقها أكتر. بتحبها أكتر مني؟ ولك أنا شو واقف عم بحكي معها؟ طلع فيني، أصحك تخليني شوفك مرة تانية. أنت متت بالنسبة إلي، سمعتني ولك حقير؟ حسين؟ نعم. بتشوف كل سكان أنطاكيا رح يحكوا عن عرس الأولاد. ما بتتخيل تحضيرات أزادة لحفلة العرس. ايش، هي طبيعي، هي رح تاخد وحيدتي. اي طبعا. حطيلي القهوة على الطاولة. بأمرك يا بي. اها اجيت القهوة، حطيها هون، هاتي لشوف. تسلم ايديكي. صحتين وهنا. تعال اشرب القهوة قبل ما تبرد. هاتي خد. طلع حسين، بس يمضى موضوع العرس رح احكي مع عدنان بيك بالشراكة مرة تانية. معقولة اللي عم تحكي؟ مشان الله انت بدك تجنني؟ كم مرة انا قلت لك لا تدخل الشغل بموضوع العرس؟ شبك زمرد، انا عم فكر بمصلحة بنتنا وبس. ما في صباح الخير؟ تعالي لنشوف وشك يا بنتي. ما عم بقدر صدق رح تتزوج وتروح. ركبنا على حسن، تعباني بدي اسطح وارتاح. ليش، مو على اساس كنتي رح تفطري انتي وفريد؟ لا مو هيك. مين عم يتصل؟ هي بتقول امي، انا بحاكيها بعدين. وقفي، تعالي يلا حكي لي يا بنتي، شو الموضوع؟ مبين فيكي شيء؟ امي لا تزعجيني، ما في شيء. قولي الحقيقه ولا تخبي عني هاندا، انتي تخانقتي مع فريد؟ شوفي ليش كل هالعياط؟ عم اقول لك تعبانه وانتي عم بتقولي لي تخانقتوا. ما في أي شيء، بس في شغلة ما عجبتني بتنظيم الحفلة وأنا عصبت. طولي بالك يا عيوني، ما راح يصير أي شيء غير اللي بدك إياه، تمام؟ طلعي فيني، لا تتركي بنتي لحالها. وكأني تاركتها لحالها. يلا بشوفكم بعدين. لا لا، هالبنت فيها شيء، أنا بعرفها منيح لبنتي، بس إن شاء الله يكون خير. بدي اجي يا مان.
أخي يلا افتح عيونك لا تموت يا أخي يا مان يا مان يا مان يا مان أنت منيح قلي منيح أخي حبيبي ما عم بقدر أوصل لك صاير شي سيء الآن ومشغول بالي عليك بترجاك تتصل فيني بحبك أمي لساتها بغرفتها؟ بتكون قاعدة عم تعمل حساباتها وعم تفكر بالشي اللي رح تساويه وشلون رح تخلي العاصفة تهب بهالمكان. لازم ألحق وأحكي معه بنفسي، أنا أخوه الكبير ولازم يحكي لي. يمان بيكون لحقه من زمان، بيعرف شلون يخليه يهدى لا تقلق. والله أنا جاي على بالي أخنق يمان. أبدا، محبتك وثقتك بيمان غريبة. تعرف ابني انت احيانا بتشبه امك. ليش؟ خلي المي تمشي بمجراها شوي. بابا منترك المي تمشي بمجراها بس بلكي الولاد عاندوا بعضهم هلا ولغوا للعرس. برايك هذا الشيء الأسوأ ولا انهم يستمروا بحياه عيسى ليموتوا احسن؟ مزبوط كلامك بابا. قولوا ليشاري جهز لي سيارتي بدي روح شوف مجوهرات كنتي. وهذا كرت الدعوة لنسرين خانم. نفرشن لهدول ولا نتركن يا خانم؟ ماني مصدقة وين لقيتيون لهدول فاتوش. ايه الله يرحمك يا ستي، هي يلي ساوتهم بإيدي الله يرحمه ويجعل مسواها الجنة. طلعي بهالمفارش ما أحلاهن، أنا كتير بحب نستخدمهم بس
هاد الجيل ما بيعرف قيمة هالشغلات، وخصوصا هاندا ما بتحبهم. انت خديهم وحطيهم بمكان منيح مشان ما يهتروا. طيب بتريدي شي تاني يا خانم؟ لا شكرا لك. هاندا بغرفتها شي؟ اجت. انا هون امي. شبك بنتي، انت منيحة؟ منيحة كتير. انا طالعة عندي شغل. شوفك. حبيبتي آزادة، عن جد مثل ما بيقولوا القلوب عند بعضها، أنا كنت رح أتصل فيكي هلأ. أي حبيبتي، ما عم نقدر نتواصل مع بعض بسبب تحضيرات العرس. طمنيني عن هاندا، هي منيحة؟ آه هي منيحة كتير، وهي مشغول بالها بالعرس كمان ومتحمسة. إيه طبعاً، هي العروس لازم تكون متحمسة، أنا كنت جاية مشان أخدها. آه عن جد؟ هاندا كانت عم تجهز حالها مشان تروح على الشغل، لكن تعالي لنشرب القهوة سوا. لا مرة تانية، بدي روح على السوق مشان اشتري المجوهرات لكنتي، وبدي اياها تكون معي، يعني لتختار اللي بيليق بفستان عرسها. فكره حلوه، كلك ذوق حبيبتي آزادة. واذا في شي ناقص منكمله بعدين. انتي دائما مثل ما تعودنا عليكي مزوقه كتير. بوصل بعد شوي، خليها تجهز حالها وتستنى. ايه ماشي، رح تلاقيها عم تستناكي. يلا بشوفك حبيبتي. امي آزادة شو بدها؟ بدها تشتري مجوهرات لكنتا، قالت لي انها جايه لهون مشان تاخذك معها على السوق يا بنتي. خلينا نقعد. شو ما كنت تقلي، كنت قلك ماشي مثل ما بدك، وحتى أنا كنت رح سمي ابني باسمك يا يمان. انت ليش ما عم تفتح الباب؟ اهلين وسهلين، ما سمعت. تفضل. طمني عنك، كيفك؟ هدول اتخانقوا ولا شو صاير بيناتهم؟ مين؟ فريد وهاندا. طلع من البيت وما عم يرد على تليفونه. انت بتعرف شيء؟ لا والله ما بعرف. وانت شو صاير لايدك؟ ما في اي شيء، لا تقلق. حادث صغير. مو شايفه عم تنزف؟ ما علينا. فريد عصب على سلطانة آزادة وراح. أنا حاسس إنه الموضوع كبير. صدقني أنا ما بعرف، وهو ما حكى لي شيء. ليش أنتوا مو مثل الضفر واللحم؟ ها؟ كيف ما بتعرف؟ ما قال لك شيء؟ والله يا أخي ما بعرف أي شيء. أستغفر الله العظيم. طيب، هو أكيد رح يتصل فيك. إذا اتصل فيك بتحاكيني فورا. تمام أخي، تمام. وضمد ايدك. ماشي، رح ضمدها فورا. على راسي اخي. كيفك هاندا؟ الحمد لله انا منيحة امي، انت كيفك؟ ممكن تحكي لي اذا صارت شي مشكلة بينك وبين فريد؟ لا بس الموضوع مجرد سوء تفاهم. يعني قصدك ما صار شي مهم؟ أنا ما بعرف فريد شو حكالك، بس بالحقيقة فريد ما حكالي شي. بعتقد أنت اللي رح توضحي لي. اتضايق مني شوي. مبين متضايق كتير، لأنه هو ما بيزعل على شي فاضي لياخد أغراضه ويروح. أنا استغربت. هو عم يدقق على شغلات فاضية. طيب حكيلي شو الموضوع، قوليلي لأعرف، بركي بقدر ساعدكم. ما في شي محدد، بس هو مثل العادة بدقق على شغلات تافهة. لكي بنتي،
إذا حدا من الطرفين ضل ميبس راسه وما تنازل شوي للطرف الثاني، ساعتها ما بيكون في سعادة بالزواج. انتي لا تشغلي بالك أبداً، بعرف شلون رغدي، بس عم بستنى لحتى يهدى وبعدين حاكي. كنتي حبيبتي هيك لازم تكون، ما بتستسلم بنوم. هالشي أكيد. على مهلكم شوي شوي، انتو ليش عم تساووا هيك؟ ما بيصير هالشي. طلعوا شلون تشربكوا الحبال. يلا تعالوا لشوف. تعال يلا تعال تعال امشوا. برافو عليكم. امشوا يا حلوة. غبي زدته وهرب. انت شو عم تساوي؟ هاي استنى، وقف وقف، لا تركض. دامي فجأة سكون شوي بس لشوفه. إن شاء الله ما يكون صار له شيء. يا ربي طمني هو بخير. إيه الحمد لله هو بخير، لا تشغلي بالك، لساته عايش وطلع عم يتنفس. أنت اهدي شوي ولا تتوتري، رح يكون بخير. تمام؟ بتعرفي إذا في شيء طبيب بيطري قريب من هون؟ إيه بعرف. ممكن تساعدنا؟ ساعدنا لو سمحت. شو صار؟ ضربته بالسيارة. فوتوا على الإسعاف. من وين بالضبط؟ آخر الممر. تمام. طول بالك حبيبي، حاجتك هلا الدكتور رح يعطيك علاجك. على اليسار هي الغرفة. تمام من هون تعال. يلا فوتوا لجوا. تمام خلص، حاجة تبكي رح تكون منيح، اهدى شوي. تعال. تمام يلا تصبح. لا تقلق لا تخاف. تمام اهدى. كل شيء رح يكون منيح. طالع برا رجاء. طالعي. طيب استنونا برا رجاء. لم إيديك على قهوة صبري. صحتين وهنا. بدنا مجوهرات مميزة لك أنت، وأنا بعتقد أنه رح يكون عندك شي قطعة فخمة بتليق فيها. يا شباب جيبوا لطقومة الخاصة لتشوفون أزادة خانوم. حلو، ورجيني التاني. شو رأيك بهالطقم؟ عجبك؟ بالحقيقة كلياتهم حلوين وأنا احترت كثير. خذه. أنا حبيت هاد. ما تصمم من هالموديل غير هالقطعة، كلياته حجار ألماس وذهب عيار 24. هي القطعة خاصة كثير أزادة خانو. يعني ما في مثله، مو هيك؟ ما في مثيل لهالطقم، وبصراحة اختيار موفق. وكنتي حبيبتي هيك، ما في إلا مثيل بنوب. رح يليق فيها كثير، رح ناخذ هاد. شرفينا مرة ثانية.